لكن ده كارت مجاني انفعال من احمد حجازي. مرة تانية جملة وتحرك ومفيش لراية ولا سفارة. ادي خليفة عايز يربط وبيلعب عرضية حلوة وادي جول 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 جول. قلت لحضراتكم قلت لحضراتكم غزل المحلة بيبحث عن اللدغة وبيبحث عن غزل الهدف الاول ومحمد يحيى خمسة وخميسة وبيضع الهدف الاول والقبلة الاولى بعد كرة بتغير اتجاهها وتغالط شريف اكرامي ويهتز شباك النادي الاهلي. مشاهدينا في الدقيقة 48 في افتتاح الشوط الثاني بعد جملة وتحرك واداء ايجابي وشابو لكمونة. بص شوف التحرك هل فيها تسلل الحكم لحضراتكم. وادي تمريرة محمد خليفة والكرة اللي عملت بند ولخبطت والله ما خبطتش في حد ولكن خبطت في الارض وغيرت اتجاهها وتغالط شريف اكرامي اللي اتحرك وحاول ان هو يعود مرة اخرى الى البوزيشن المناسب ولكن راحت الكرة الى داخل الشباك علشان غزل المحلة يتقدم ومحمد يحيى يرفع رصيده من الاهداف الى الرقم 5 واحد لا شيء